حقيقة ما بوافق أنه حزب الله معه احتلالية مجنون. نبني دولة قوية قادرة تقدر تحمي كل ناسها. سين أنا عضو من هالشباب، أنا كنت محكوم بالصد الشبابية اللي فكرة يلي أنشأها جبران فاين لما يستشهد. أنا أنتمي إذا بدك للمجتمع المدني اللي كان من سنة 2001 عم يبلش هيك ياخد محله بلبنان، عم يجرب يرجع يحط هالمفاهيم الجديدة، مناصرة القضايا يلي كانت تعتبر تابو بوقتها، يعني حقوق المرأة ومشاركة الشباب ومواضيع البيئية وكل هالمواضيع يلي بوقتها إنه لا هم عم نحكي فيه، نحن بس نحكي سياسة ومواضيع اقتصادية، موضوع مفاهيم الضرائب والعدالة وكلهم. سو إيه، أنا بعتقد إنه كان عندي فترة إني جرب ابني فيها شخصيتي. نحن ناس عم نحاول نقول إنه جايين بظرف استثنائي لنعمل شغل استثنائي، يعني شغلنا ما بيقدر يكون عادي وتقليدي. نحن كمان مش ظرفيا بلبنان، نحن جدودنا بلبنان من آلاف السنين، في كثير من التضحيات يعني اوقات كلفت مش بس عرق، كلفت دم، ونحن لازم نبقى امنين على هذا التاريخ. الجبهه السياديه من اجل لبنان هي جبهه يلي انتفضت على امر الواقع، رجعت كلمه السياده انه تنسمع. كان بده كثير من الجهد، كان كثير بده من الجرأه، وانا بحييه انه لا ازال يعني عضو بهذه الجبهه، وافتخر كوني بهذه الجبهه اللي دائما كان عم طالب باحترام الدستور وباحترام القوانين وبرفض الهيمنه ورفض التبعيه. لبنان مبني على الحريات، وانا فلسفة الحرية في لبنان ليست فلسفة تتعلق فقط بالسياسة. لبنان بنى على عمودين، عمود سياسي اسمه حرية الرأي والتعبير والمعتقد، وعطاهم كثير أهمية بالدستور، والحرية الاقتصادية لأنه قال عن الاقتصاد اقتصاد حر مبني على المدرة الفردية ويدعم المدرة الفردية. وبالتالي هذا النظام اللي أساسه الحرية يمكون بسياسة سياسة الحرية وباقتصاد الحر، هذا هو فاز لك بوجود لبنان، وبلاد لبنان بيختلف. لهيك الحرية بفلسفة عملنا هي الأساس، مشان هيك يعني كان اسم رايحتنا متن الحرية انطلاقا من المتن لكل لبنان، ليكون لبنان الحرية أيضا عم نجرب نستعيده ونرجع نبنيه على أسس المسيحيين يلي بيعتبروا حالهم مؤسسين لهذا لبنان وأسسوه بطريقة يحميهم نحمي غيرهم، مش بس يحميهم لهم، بشكل أنه نحترم التعددية، نحترم حرية الرأي والتعبير، نبني دولة قوية قادرة تقدر تحمي كل ناسها، تكون هي يعني سلطة القانون يلي كلنا نحتكم. حياة لبنان كان من المواضيع اللي أنا طرحتها أنا ورفقاتي بالمستقلون من أكثر من 20 سنة، لأنه لبنان تأسس على مفهوم الحياة لا شرق ولا غرب، واستعادة هذه المبادرة هي بتخلي لبنان عن جد يبقى دائما بيلعب دور فاعل بمحيطه، بيصالح الناس بين بعضهم بدل ما يكون يعني شقفة من هالصراع. نظامنا غير طائفي، نظام مدني كدستور، انما اليوم الممارسات السياسيه هي مذهبيه وطائفيه. في شيء كثير مهم بحب الفت نظر له، انه ولا حدا بيملك كل الحقيقه ولا حدا ما بيغلط. يعني هون نقطتين اللي فينا نطلب نحن منهم كنواب جداد، كنواب سياديين تغييريين، نحط لبنان كهدف رئيسي، نجرب نرجع نرد المفاهيم بشكل حضاري طريقة التعاطي من بعضنا البعض، لنأسس لأسلوب مختلف للعمل الأمنية. أغلب الكتاب
يلي ممكن تشكل أكثرية هي كتل تنتمي للخط السيادي، بمعنى هي ترفض سيطرة حزب الله على البلد. وين أخذنا حزب الله؟ بخياراتنا علاقتنا الخارجية وبخياراتنا الدفاعية. هناك توازنات جديدة بمجلس النواب، والأمور ما بقى تمشي مثل قبل، ما بقى في أغلبية مطلقة بيد فريق واحد. حقيقة ما بوافق أنه حزب الله معه أكثرية بمجلس النواب، لأنه أولا ولا رئيس بري كل أصواته أخذها من نواب يعني ينتمون إلى الخط السياسي الاستراتيجي لحزب الله. في 7 نواب أو أكثر من الحزب الاشتراكي انتخبوه للرئيس بري، ونفس الشيء ينطبق على ديسبو صعب، لأنه أكيد في صوت أو 2 أو 3 ديسبو صعب بعلاقاته بصداقاته قدر كمان ممكن يكون جيبهم من خارج سياق هذا الفريق. وهذا لا يعني أنه اليوم الواقع السياسي تبع مجلس النواب هو نفس الواقع السياسي اللي كان موجود بالأفلام. تكتل القوات اللبنانية لم يرشح أحد من أعضائه، لأنه اعتبر ما بده يجي يفرض مرشح على الآخرين، رغم أنه هو التكتل الأكبر بيناتهم وهو يملك المرشح الأكفأ بنظرنا اللي هو الوزير حسن عثماني. نحن اعتبرنا أنه من نعطي فرصة جدية لمجموعة النواب يلي هن جداد، يلي هن سيريين، يلي هن فايتين بهيدا النفس يلي بدهم يعملوا فيه تغيير على مستوى شكل المجلس النواب. اليوم الناس وضع صعب، ونحن من الناس يلي عانينا كثير، يلي زلينا كثير، وبالتالي ما بقى فينا نرجع نروح على حكومات تسمى بشكل وحدة وطنية تكون هي مجموعة تناقضات. كل واحد يفكر شيء، يعني مش بس على المستوى الاستراتيجي، حتى على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاحات الهيكلية تبع الدولة، طريقة التعاطي مع قطاعات المرافق العامة تبع الدولة. نحن رح يكون عودة الشرعية للدولة، يعني تكون هي ماسكة قرار السلم والحرب وماسكة العلاقات الخارجية، ما حدا يعكر هذه العلاقات مع أي دولة حسب برنامج. أنا جاي نقول بالسياسة إن حق نسترجع المفاهيم الأساسية للدولة، نرجع نعيد انتظام الدولة، نقدر نرجع نحيي الحياة البرلمانية بشكل صحيح وفقاً لقضايا الدستور. امبارح صدمنا انه رئيس بري حتى يعني صار له 7 ولايات رئيس مجلس، ما عاد في قضايا ملتبسة بالنظام الداخلي بحاجة لتفسير. لهيك عندنا ورشة داخلية بإعادة يعني انتظام مجلس النواب بطريقة تنسجم مع الدستور ومع القوانين ومع النظام الداخلي، وأن تكون فاعلة ومنتجة على مستوى التشريع ومراقبة الأمور. انتظام الدولة خلينا نروح على خط التعافي الاقتصادي، يكون تطبيقه سهل، نقدر نرجع نخلي يعني لبنان يكون عنده علاقاته الطبيعية مع محيطه العربي، مع الدول الأغلبية، مع الدول الداعمة لبنان. لنقلنا أنه لا، اليوم صار في سياسيين، صار في مجلس نواب، وحصير في حكومة تقدر تكون على قد الأمان، لأنه إذا المجتمع الدولي مستعد يرجع يساعدنا بده يلاقي من تاني ما الناس خارج من النساء عنده. تالي اللبنانيين عم يفتشوا عن مستقبلهم يلي ضاع بلبنان من وراء الانهيار الاقتصادي للمال، من وراء انهيار الدولة من تاني ما اللي جرى بي يعني انفجار 4 آب. بالتالي اليوم كل يلي عشناه منه شيء طبيعي، كان شيء بدل انه البنيان الاساسي للدولة مهدد، واللبنانيين اقترعوا ضد كل مين عم بيهدد هذا البنيان.
الاقتصادي اللي احنا بنعتبر انه هذه الخطه هي اساسيه ومهمه كثير. مفتاح الازمه النقديه والماليه والاقتصاديه والاجتماعيه هو كيف بنقدر نرجع نعمل موديل اقتصادي يفوت يعني عمليات صعبه على لبنان، فنقدر نستعمل هالاحتياط بسياسه نقديه صحيحه وبتقدر ترجع تعمل استقرار باسعار الصرف. بالتالي هذه الخطه بدها ثلاث اعمده اساسيه، بدها سياسه نقديه، سياسه ماليه، وسياسه استثماريه. لا يمكن ان نعيد الدوله الاقتصاديه الى طبيعتها بس المفهوم توزيع الخسائر. نحن من دعاه سياسه نقديه بتحكي عن برنامج مع صندوق النقد وبتحكي عن اعاده تهيئه المصاري. السياسه الماليه نعرف انه وزاره الدوله ما بقى فيها تمشي بمكانه العمل، عم نحكي عن ايرادات وعن نفقات، لازم يكون في عن جد نوع من رساله للمجتمع الدولي والى اللبنانيين، ما احنا جايين بالاستقرار، ما نحل مشكله الاداره العامه من خلال التحول الرقمي، ما نحل مشكله الكهرباء بشكل يعني اساسي، لانه ازمه الكهرباء ما بقى فيها تبقى بايد نفس التيار السياسي يلي فشل على مدى 17 سنه بتامين الكهرباء، ونرجع اليوم نرجع نحكي عن شيء بنفس الخطه وبنفس الروحيه برفض اي روح عقلي. في كثير مشاريع مثلا يعني بعتقد بحاجه لمخطط توجيهي كثير كبير، كل القطاعات فيه تعاني. سابدا قريبا يعني بعمل ميداني على الارض، بعتبر انه هذا التوكيل اللي اعطوني اياه الناس هو توكيل انه قادر عن جد اعكس لهم ارائهم وافكارهم ومشاريعهم. الشباب بعرف انه السياسه قرفتهم، السياسه بعادتهم عن التعاطي بالشباب. بالتالي بدنا نصالح الشباب مع مفهوم سياسي، بدنا هن مشاركين معنيين مسؤولين، بدنا هن جادين ملتزمين، دائما خليهم يكونوا فخورين بالخيارات اللي عملوها كما ينتموا عليها.